جانب الابنة. قال لي يا ابني قمنا ولا الطقم البنا المخطط الله يرضى له. وقتها السيد من روحه مشتهي تحضر جمعة العيلة. والله العظيم والله العظيم والله العظيم فلعيني شافت النوم. اللهم صل على النبي شفتك بمنامي جاي ما تقل لي بندري شو حالك. قسم بالله فقت مثل مسروق وقلت بشرفي لو بيعلقوه ولا لا مش تقتل تعرف الشيخ ظاهر فانا بعدي الشغل قدامها تبقى لك الدواء. قسما بالله من صيدلي لا صيدلي صار شي جاي هاي سكرتي وهي دواء القلب. هي قسما بالله فقت وانا من صيدلي لصيدلي. شو هذا يا كيف قلبي يا عديم الصبر والله وقلبي يا عديم الصبر مالك والله ومثلك بين يا ابو الدهر مالك ويليه ويليه والله ونخل يا من حنيه والله ونخل يا من حنيه والزمن مالك والله اصبحت عرجون مثل بلا احباب ويلي يا با يا با يا با ويلي الولي يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. جدي إيش قاعدوا سويت لك زوفة. صدق الله العظيم. يا رب ما قلت لي يا جدي شو رأيك بشو جدي كيف شايف لي هالمطرح مش شو جدي انا مفكر نسوي الحظيره هون منعمر قبي
واللي بيموت من العيلة بنقبره هون جنب بعضنا البعض. ما قلت لي شو رأيك؟ يا عالم يا هو يا عالم يا هو خصيم الله خصيم الله كبير وصغير ومقمط بسرير خصيم الله اللي ما بيجي على الفرح الفرح فرح كان والبيت بيتكن يا عالم يا هو خصيم الله خصيم الله اللي ما بيجي على الفرح الفرح فرح كان والبيت بيتكن يا عالم يلا خفوا خفوا سكروا هالباب الله يعطيك العافية طالن هالخصيوات قطعي كيفك عمي؟ الحمد لله قسما بالله 3000 ليرة الله جعله ألف مبروك عين 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 فور فنف زيكس يا ابن خيي كيفك عمي؟ عيني هنت كيف صحتك؟ عيني هنت عيني تابعوا يلا عين 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 تابعوا يلا عين فور فنف زيكس زيبن أخ نوين تن يلا بخير قسما بالله قسما بالله انا بالنسبه الي ما كنت بتمنى ينحكى بالمهر ولا بهالمواضيع انا جمعت هالعيلي تسوى عندي تسوى عندي ما بعرف شو بدي اقول لك انت يا سيدنا بتعرف شو تسوى عندي بوستالي تسوى اوروبا وجامعاتها ومصرياتها كمان الهي تفرحني فيك زرزيت الحملي قالت رجالي والحطب اخذها لا شم تقالي ولا العنب الحطب على بر منجالي على بد الدراج لحامو ببلادينا عالميج عبو الميج على بو الميج انا وجرزيت لحملي وحطيت على راسا وخدود الحلوي من غير راسا وقطعت العاصي ليش نحن شو حكينا؟ على بول ميزانا الخضر بالعباسي جمع شهرينا جزيت الحملي وقالت ردالي هو الحطب أخضر نحن ما قلنا انه هو مكيين قلنا انه هي أكيس منه يخرب بيتك داير نص الدنيا صار له 15 سنة بنص ألمانيا هنيا لك والله هنيا لك والله العظيم قال لما ركب بالطيارة الألمان صار يبكوا عليه قالوا له يا ابن الحلال خليك منحطك رئيس مستشفى ولك يا ابن الأوادي يا ابن الحلال خليك منحطك وزير لك خليك مرضي وزير شو هو ألماني تولي Ha 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 ha
التلفون. قوم قوم بقى قوم. والله ناقصني استرد على التليفون. عجل شحار عليها وعرنينا. الو الو شو؟ الو يا رامي. الو الو رامي. ها جيني مع الشام. مع الشام مع الشام. بيه الشام ألو. الشام الو الو وبيه يا رامي. بيه عباس غازي علي. الو عباس غازي. ايه شو؟ ها؟ أنا ما راح أستطيع. عباس والله ما أعطوني إجازة. كيفك بالأم؟ الله يعطيك العافية. هيك جوا ما تتحمق. الله يقويكن يا رب. عيني أنت يا جيل المستقبل عينيك. إيه خي إيه عندك حطة إيه؟ على مهلكن شوي شوي اوعى تكسروها. السلام عليكم سيدنا. ليه عم يزيدك؟ كيف حالك؟ كيف صحتك؟ الله بخير. اهلا وسهلا. وين خالتي مسمير؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انت عيني كيفك؟ شرفوا. الله ينورك اكثر ما منور. عيني درت الزابطه. اهلا. ليه والقران كاسر حامله للدست الكبيره على ظهره؟ لك عيني انت عيني. ما شاء الله ما شاء الله. كيفك كاسيه؟ يا خيي قرب عليك. باسو مبروك من العم. لك وما يضحى. والله هنيالي استاذ كريم حلق حي وعم نحطلها يا هونيك هونيك تكسروها ديروا بالكن عليها. حق القرآن هنيالي. ايوه حق القرآن هنيالي. لك والله والله انا الف واحد بتمناني. والله مليون واحد بتمناني. لك والله عدنان ابن اسماعيل بحبني 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 قد ما تقولي. قلي بدي اخدك على الطبقة وعزت الرستة وعلى الحسكي وعلى الميلان. والله قلي الميكرو الميكرو بطوف لك يا اسماعيل. والله دي حبسو. لا الله ما حبيب يحبسو. ميكرو بحدي صار فيه حس 50 سلمة. بعدين كاسر ابن عمي بس أطرقش. لا يا ستي مو كتير أطرقش. شو ذنبه إذا كان عمك الله يسامح ضربه على دانه وطرشه؟ ها بعيدك ما تقولي طرشه يعني أطرقش. نحن ما صدقنا خيك يرجع أرض الوطن. هو يتجوز سنة وانت تجوزي كاسي. بعد بكرة على الضيعة تيموت وفقع. شلع شلع. لكن أنا بالضيعة في نعيش. في شيء في شيء في نشاطات بمرة. لك والله بطقي قري هي طرقي. ما نقول لك مش خي. شو عم تعملوا هون ولا برا تشوف؟ يلا لك تطلعي طلعي هشمين تمو مثل المرايه. تطلعي لك ثلاث غرف عندي. بكره غرفه بنايم فيها اولادك وغرفه لك ولا جوزك وغرفه بتحطي فيها الكنبايات للضيوف. شو بدك احسن منها؟ لو والله بدنا نعمر لك قصر بالشام. قومي قرد اشرحي لي. يلا الله يجعل السلام على لين جعله الحمد لله على السلامة. تعال وقف يا بيي. السلام عليكم يا ابو. وعليكم السلام. سيدة. الله يرضى عليك. حالة. كيف الحمد بدي. لله الحمد لله. فوت هلا فوتوني. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام. لا سيدة. بالله ماني اعتبر عليك. قسما بالله بحركة لابو صبر. الله يرضى عليك. ليش هو هالقرباط الله يسامحك ليش هو؟ ليش هو هالقرباط؟ إلا وحياة جدك ما راح صير ناشفي. قلت لك خطيب. ميت لك حدا. شو صاير؟ عرس ابنك على بنت خيك. وعرس ابن خيك على بنتك. بعدين سهرك جاي من ألمانيا. يا قسما بالله ما راح اطوطني وعرس بلا طبل ما راح يصير. ساعد خير. بدك الكهرباء؟ كم طاولة جايبين؟ كم كرسي؟ حتى السود بكفوا؟ ها؟ والدجاجات مفتوحة؟ كم واحد جاي من الضيعة؟
كيفك يا مو؟ اهلا يا ابني اهلا. الله يسلمك. كيف صحتك بصيرتي؟ الله يحفظك ان شاء الله ما يجعك شيء. الله يسلمك. شو مطبخ يا ابني، رز ولا برغي؟ برغي 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 برغي. اي تكره. انا بسالك تعرف جوا؟ سمعني تعرف جوا؟ تعرف جوا؟ تعرف جوا؟ تعرف؟ ها ابن عمنا مرضي ياخذ مهر، قبل طوبنا هالاراضي، فكر نجمعنا وياك سوا نصف فيها ليمون وزيتون بدك اياه، وما حدا راح يكون مسؤول عنا غيرك. ها سمعني، ما حدا راح يكون مسؤول عنا غيرك. والله تنسويها اراضي بيطلع فيها تنقلعوا عيونه، وبدنا نشتري ميكرو، بس يا ريتك تعرف السوق. ميكرو ميكرو سمعني علي، ميكرو ميكرو حظي بتاعي من علمك، حظي احلى طقم باللاصقي. خسني وين بيس البيس؟ كيس عرفته؟ انا عرفته ولا ما عرفته؟ اهلا وسهلا، هذا حبيب القلب فؤاد غازي. تعال يا ابني تعال. شرف استاذي. جاءوا لنا ولا اخوان؟ هيدي سناء العروس، وهي صهرنا الدكتور معروف غازي جاي من المانيا ابن عمنا، والان سات بنات عمي نيادة عروس خيي كافي، وهي اختار. قصيم الله اللي بيقوم قبل ما يشبع، قصيم الله اللي بيقوم قبل ما يشبع. فضلوا يا جماعة كلوا كلوا، خير الله وافي. بس وقال حبي بعرض الدولي، هذا لعين وهذا وزين، الله بيعجبوك. يا سلام، الله يخلي لك ياه. حظي ما حد منكن سألني لشو لابسوا له الطقم، طقم المرحوم بي الله يرحمه. امبارح اجاني بلبنان قال لي يا ابني اتوفي، قم ناولني هالطقم البني المقلى، قوم قوم تأخرنا على العرس. اي بالله يا اخوة، وقتها حسيت انه روحه مشتهي تحضر جمعة العيلة، فوالله والله والله ثلاثا قل ان داهمتني السعادة كما اللحظة، وقل ان اجتاحتني النشوة كما الآن، وقل ان اعتقلتني الغبطة كما هي، ولا يحضرني الشعر
وهو الذي لا يخذلني. فأنتم الشعر، وهذه الساعة هي ربة الشعر. يا حبذا ريح الولد، ريح الخزامة في البلد. هكذا كل ولد أم لم يلد مثلي أحد. نفرح ثلاثا فقد عاد ولدنا، عاد من الغربة برغبة العطاء والبناء. نهل من ينابيع الخير وجاء، جاء لينبت الشجرة فوق هذه الأرض وتحت هذه السماء. لم تغوه المدن ولا النساء، لا يا باريس، لا يا لندن، لا يا برلين. أين برلين من شجرة التين؟ ومتع الأرض لم تحده عن أصله، فخطب الحسناء ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر. فالولد ولدنا لنا لوطننا، والحفيد القادم من رحم جميلتنا حفيدنا نحن. بابا شغالي هدية دبابة وبندقية، أنا وخيي طفل صغير تعلمنا كيف ندخل بجيش التحرير. جيش التحرير تعلمنا كيف نحمل وطننا. تسقط تسقط إسرائيل، تعيش تعيش أم العربية. بالله بعرف شو بدي أحكيه، بس بشرفي بحبكي من كل قلبي. قسما بالله إذا بصير شيء لحدا منكم بتمناه لحالي، وإذا فرحتوا قسما بالله بفرح أكثر منكي. ولادي ولادي فدى العوادي، بشرفي مستعد اتضحي مشانها يا اخ عزيز. ولك يا جماعه شو لك شو بيسوى الانسان بلا اخوي؟ ولك هي لعن ابو المصاري، والله هلا هلا خفيتني ببكي. جدي غلطان شي انا؟ ما احسن ما تفرق كل واحد ببلا، هذا ببيع دنو من هون وهذا ببيع دنو من هون، بتروح على راضي. شايف وين مكره جدي مكسو؟ طيب ما حرام ما يكون عندنا واحد مكتوب احنا. كذوش للدكتور معروف غازي، احلى دكتور في العالم. لما زعوا اسمي بالمطار بالألماني ما كتير اهتميت، بس وقت قالوا الدكتور معروف من قرية الرامة ورنت بهالمطار، بالله مسعتني الأرض. لك أنا قيمتي فيكين لا بالجامعات ولا بغيرها، أنا أنتو وأنتو أنا، والله قسما بالله كنت بعرف على برين مثل شو بدي قلكي، بالله مثل الحكورة. اي والله، بس لك يا منازل في القلوب منازل. شو بدي احكي؟ Thank you.
وسم الافاعي ان شاء الله. هذا رغيف الوطن يا كر. قلوا القرباطي يشوقش لي فؤاد غازي. يلا 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 كذوش حبة بأحلى صوت العالم استاذ فؤاد غازي. إله الكسر الذي يدعك وين الشيء؟ أباري روح عند أبوك خلقوا لي إياه من تحت الأرض. شو بك؟ شو حالة؟ شو حالني؟ ديري بالك على الأولاد. ديري شو بين الأولاد؟ بعتقد لك بدها تجيني جلطة. جلطة؟ إي والله يا شحاري بعيد الشر عنك. روحي 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 دوري دوري على الشيب. وراح اجيب لك من ابعد بحر واحلى دره بلاقيها واسرق لك من حول البدر واجمل نجمه وخبيها وعمر لك بالعالي قصر. ولك اشربها والله بتفيدك. تاخري تاخري شو تاخري خيي والله العظيم ما لقيته. قال لي جاب لي الميكرو. سكر كاسل. شو شيخي قوم قوم فز قوم محمد فز فز قوم يلا يلا مشي مشي مشي. ولك بيسألك موافق تزوج بنت عمه؟ موافق ولا ظلت من نور الشمس السوارة وحطها بيديكي السوارة وحطها بيديكي. ترجع شو يعني عشو شايفة حالة؟ عشو شايفة حالة؟ شو؟ هي ملكة الجمال؟ شاطرة بتهرب مع شوفار الهكرة وتترك كل خيي كسر ما هاي؟ كأنها هي أحسن من خيي كسر. كسر عليكي خلصينا أنت وياها. الله يخليك تركينا لحالنا. والقرآن عمري ما يرجع وين ترجع عليكي؟ والله ما بعرف كيف كسر ديان فيها أصلا. أنا بعملها ما كانت تعجبني والله العظيم. بيسوى مية من شكلها. مية من شكلها من شكل روحه طب هي وشو غير المكهول بدها تاخده حتى ما يبقى لغيره. كثير عليها شكلها. ليكم ليكم لا تعجبوا حالكم. ما برجع ما برجع ما برجع ولا تعجبوا. لا طبعا إذا كان تفتيني أنا ما بقبل لها بس غلط 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 ملايك شو بدهم تعيطوا؟ لا ما ليش هالعيطه؟ ليش هالصوت؟ شو هالعيطه؟ ليش تعيطوا؟ ليش ما تعيطوا؟ ليش؟ ما بيصير هيك؟ ليش هالعيطه؟ ليش هالعيطه؟
نستاهل نعرف شو صاير. يا حاف عليك يا حاف. وين سنة وين؟ اطلعوا لي كلاك كلا برا تشوف. يلا بسرعة. ما بدي اشوفها ولا وحدي ها. يلا خيك يلا. عطول المرأة والشاعر بإمكان التفاهم. الجمال ما صدفة، الجمال قيمة. على فكرة هو منه سيء أبدا، ابن عمنا والعائلة باعتراف العالم كله ركن المجتمع. مشان هيك الأقرباء لنا حقوق على بعض، وبتمنى أعرف قرارك النهائي. شنو ما هيك؟ مبسوطين ما هيك؟ الله لا يعطيكم العافيه. عدلتونا قدام العالم والخلق، شرشحتونا. الله لا يكفر فيكم، الله لا يبارك فيكم. والله تخلي قضيب هالرمان ياكل. ولك هلا انت مفكرتيني لهالدرجه غشيمه. احكي يا شبلي، احكي. ولك هلا انت على الصافي، بدك تضحكي. دكتور جاي من المانيا، بتخلي له ما بدي اياه. اعترفي لك قولي عشقاني انت شي حدا. احكي لشوف بعد هيك تخلف. لا تخلف ولا ما تضرب دخيلك. صرعتينا بخيك، في شي بيزبط وشي ما بيزبط. هلا كل يوم بده يجيك عريس مثل هذا. والله لا اعترفي والله دخيلك. هلا ما تضرب اطلعوا اطلعوا لبرا. هذا من بالله بك. خلونا نفكر شو بدنا نسوي. عجبك هيك؟ يعني اذا هي بطلت بتبطلي انت؟
عاجبك هالتصرف ما هيك؟ طفان وجبنا لك ب 3000 ليرة، شو بدنا نعمل لك أكثر من هيك؟ طول بالك، والله بتذبحها والله. هي لا بنذبحها ولا بتذبحنا، طولي بالك شوي. الله لا يعطيك العافية. أنا شو فيني أعمل أكثر من هيك؟ قل لي لشوف، شو فيني أعمل؟ شو بدنا نعمل؟ طيب ما حتى نفهم شو في راسها، لس السنة وذاك الجحش. بس شو ضربوا الدكتور؟ روح فيخسر عروق، روح اشرب عروق. شعلتي؟ شعلتي بنت الكليب؟ شعلتي ما هيك؟ طيب. كاسر كاسر فزولك قبل شوف. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن شايف منها؟ شايف منها؟ وبلك قسما بالله لفرجيك نجوم الظهر. قول شو بلك؟ اعترف اعترف، ليش تضحك من عمك دكتور؟ خليني اشوف. صافي هلا بدك اعترف. صافي ولا قلت وياه. شوفي ولا قلت وياه. خليني اشوف. بلك والله احنا قلنا هلا بدك. خليني اشوف. بلك ما قلتش على فرجيك. شوف شوف مفتح عيوني. لا يقول لك انت وياه والله هذا ناقصنا. لا مفتح عيونك. ليش وردي؟ هيلا صباح الخير زعلاني. والله بإيدك حق تزعلي. ضربوك بس أنا ضربتك شيء؟ ما بحبك أنا؟ في حدا بهالبيت بحبك قدي؟ ها؟ لك قديش ما كنت زدتك من هالروزني على الأرض هون ها؟ ولا أنا وياكي؟ قديش ما عامل لك الرجات نصراني؟ 300 ليرة. ولك عشقاني شي انت؟ ها؟ طلع ديني طلع طلع. لا بالله ما في عيونك العشق، لا بالله. ولك انتي قومي من هون، قومي احسن ما تضلي قاعدي بهالضيعة ساعة عزو شحارة لها. قومي. يلا خيتي يلا. قسماً بالله ما عاد معدها لها البيت بحياتي. تعذر ما تعال. مبروك استاذ. الله يبارك بعملك وخليك ولادك يا رب. اقبلك ان شاء الله. شكرا. الو الو برلين معروف اوريكا ابي تاخذ لايت في مستودعك تو اوفشتين هابي وبوش هاب اختنا فابريك زين um halb vier gehst du einkaufen und um halb fünf holst du Karl Heinz aus dem Kindergarten ab. Ich hab nichts gegen dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. الو ابن العم. الو نعم. زلمي ما يحكي مع المانيا دخيلة. المانيا؟ وشو ما يحكي مع المانيا يا ابن العم؟ شو بيفهمني شو انا الماني؟ ما يقول فيزا فيزا دخيلك الحكو. ولكن بتعرف ليش جيت من المانيا؟ بتعرف مشان كلمي، لاني بشخر باللال قالت لي لازم يكون اسمك دكتور شخيرو. قال العرب كلهم بيشخروا. ولك العرب بيشخروا قسما بالله وحياة بي وبيك فقعتك كف. قلت لا يلعن ابوك على ابو روماني. قال كبير
ومع ذلك من وجهة الضوء ترن ترن. شو ما تبكي بالألماني؟ بدأ يعني يرجع لعندها. قال بطولي معمل البيرة. أنا ما بتزكى. بيع الأرض. بيشتري أسهم. نفس ما بنعطي. قلي شو رأيك؟ الشاعر توفيق غازي إلى الهاتف. ألو. ألو طمنا بدي بيع الأرض. يا أخي والله بده يبيع. لكن أنت والله يسامحكي. هاي عملي. قرش الزلمي جاي على الوطن تيد بهدا ابن عم. ايه اسمع شوي اسمعني شوي. انت انصحني. ايه قل لي شو بدي اسوي. انصحني نصيحه. والله شو بدي انصحها؟ اذا كاسر نطحه وما قال له بعتزق. بوزيني راسك يا ام الادهام. لا بالله بدي بوسه. الو الو نعم. الله ينعم عليك. والله انخرب بيتنا. خير ان شاء الله. قل لي شوفي يا سيدي. الزلمي مسافر وبده يبيع الاراضي اللي تحت الضيعه. شو الحكي بالله؟ اي والله. طيب شو فينا نعمل؟ فهمني شو فينا نعمل؟ دكتور معروف. كاسر كاسر عيطوا عيطوا. شو؟ محسن تعالوا تعالوا عيطوا لدكتور معروف. يا دكتور معروف. طوي قوي. يا دكتور معروف. طوي قوي. يا دكتور معروف. طلع طلع عمرك شفت هيك دموع؟ حط بحياتي ما بكيت ولا هالبكي. سلم لي عوريكا وكل العرب ما بيشكروا. انت اللي بتشكروا. ابو حسين غبيني موا بالله ما رايح ما اسمح الموا. عتابه عتبالي وانا صغير ويا كسر حالي. بالله العظيم ما رايح عمرت بيه واس. يلا يفكر كيف ما بيرفزها. الله معك يا ابني. بوسه بوسه. انسى بوسه. الله معك يا خيي. الله معك. مع السلامة. الله ييسر. هدول مصاري سوري ماني محتاجهم. تعالوا تعالوا فرجيني شي. شو؟ فرجيني المصاري. قال لك مصاري إلك ولا إلكي؟ شو يعني؟
شو يعني شو يعني؟ شو فيك ان شاء الله؟ في فرق كبير بيني لك ولكين. والله ما حكى حرب. لو حكى بس انت ما سمعته. زميمير وباخر وانت ما بتسمعني. والله ما قال شيء. تعالوا له. فرقة شغلة. فرقة فرقة شغلة. يا ابو ما حرمت البيضة من جوا حما شريتا لولا الهوى يا غالي ما كنت بدوس البيتة يا سارتنا يا سنا ليش بطلتي تغني بحياة النبي تغني يا سنا يا سنا منين بيعرفوا اسمك اه منين انا شو بيعرفني شو عم يصير بهالبيت دخيلك يا رب انا شو ذنبي كملي مسح كملي والله عمرك ما رح تصيروا بشر ليكي انا هون ماني قاعده قدامي عندك انا ما قاعده ببيتك انا هون قاعده ببيت اخي والله ما ناقص غير طعميكي بايدي كمان نزليهن نزليهن لهالعيون الزرق ليكي احترمي حالك ها روحي طلعي بعيونك بالاول شو عم تحكي لي عجبك لاختك يا استاذ عاملي حالها شاويشنا كايفيني وعم تسبني كمان قال شو بس يجي خيي فرجيكي فرجيني تشو فرجيني فرجيني ولك انا اللي بدي فرجيكي هذا هو حظي بالدنيا سناء ما بدي اسمع ولا كلمه يلا المطبخ بسرعه والله العظيم حرام الواحد يضحي من شهر حرام الواحد يضحي فوت ولك فوت فوت لجوا على الحمام يلا وغسيل وكناسي ومعمخ شو بدي اعمل اعمل يا رب هذا هو حظي بعرف هذا هو حظي آخ شفت معي نكال العيشي شو بدي واحد يحكي بس قولتك الله ما ريحك من نسوان لك عسان تكرهوا شيء وهو خير لكم شلاح تيبك شلاح 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 ولك الله يلعن لهذيك الساعة شلاح تيبك شلاح شلاح خي شلاح خي مرت خوك كمان لازم تفهموها والله ما حق شايفين كيف عايشين ولك اذا الكلب صار عنده غسالي مكنسة كهرباء ولك منيح اللي انا ما بموت بالجلطه لك شلاح خي شلاح 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 ولك شو حالك ولك شلاح شلاح خي بقى بديش لا خيي خد لك حمام بنشطة لا مبين عنك تعبان شو؟ تعبان؟ والله ماني تعبان ولك كيف مانك تعبان؟ بخدي والله تعبان والله مبارح تغسلت أبقى بدي ولك طردش لك حالك شوي الله يخليك ولك هاي مرت خون ما هو شخصي بالنطافي لك فليت لك فليت فليت طيب وهيك كثر ما يتحمى شايف أختك كيف بتحكيني كأني خدامي عندها شو؟ طيب ليش ما خدتيني من أول؟ قسما بالله تنص لعيونك تعالوا لي عيني فيه شو؟ ليكي قسما بالله صرختك كف بسوالها كل عمره ولك ماضي عنها العيون يبكوا دخيل دخيل الله ما أحلاكي دخيل هالتم دخيل هالرقبي اي لي بكسوا هالصدر هالبطن اي لا 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 اي ولك وهالسيقان اي لي بكسين هالسيقان
اي بوكس ما دخيل الله ما دخيل الله ما دخيل الله بوكسيك دخيل دخيل يا جماعة بدي أقول كلمة صغيرة. قل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الشيء اللي صار لازم يجمعنا، ما لازم يفرقنا، لأن القرن العشرين هو قرن تعايش المتضادات. المتضادات الحقيقية، خذوا مثلا السوق الأوروبية المشتركة، حلف الناتو، وارسو، كيف بقى بالنسبة للعائلة؟ وأي عائلة؟ عائلتنا. والله لا يوجد عائلة لديها مثل هذا الجمال الموجود في عائلتنا، ولا هذا الذكاء، ولا هذا الفهم. ولك يا جماعة ضيعانها العائلة ضيعانا. نحن إذا منراجع التاريخ منشوف عائلات شكلت صناديق اقتصادية تتساعد بعضها، ولك تتساعد أفرادها، تتزاوج، تتآزر، تتختار أكفأ واحد بالعائلة تيحل لها مشاكلها. هلأ وين أختي سنة؟ لشو ما عم تشاركنا؟ سمعاني جكر معي بسيط ولا خي الحق معه اسمعي الله وكيلك الحق معه بيستدي بيك عني تعي عمر بيأكمله مع إنسان تحت سقف واحد وبفراش واحد لازم تختار طبعا لازم مظبوط كلامي ولا لا وليك برافو 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 استاذ الكريم راح متبيع تقوم تنام على التخت شو
شرفتان راح ينسى عنهما القمر. استاذ عفوا. شو عم تسوي؟ وشرفتان ينأى عنهما القمر، عيناك عين تبسمان تورق الكروم وترقص طيب النجوم كالأقمار في نار. بيبي استاذ عفوا، والله العظيم بحبك، ومن زمان في شيء مثل الوحي. وحي ايه وحي، اما يقلي نحن لازم نقول لبعض. استاذ اذا بتريد اذا بتريد الله يخليك ان شاء الله. استاذ ما بصير هيك. مطر استاذ عيب. مطر عيب. مطر والله العظيم عيب. استاذ ما بصير. خليك لا منشان الله ما بصير. استاذ انت صحيح مانك مستقل اقتصاديا، بس بالله العظيم شخصيتك قوي، وعلى فكرة انت لازم تشتغلي وتستقلي وانا بساعدك. استاذ والله فيق لأخوي. استاذ صباحك بالخير. والله صباح صباحا. كيفك محمد؟ ان شاء الله ما يجعك شيء. هيتي هيتي سناء. تفضل تفضل. بودي بودي ما تنسي ها، قلي لي انا اخذ خليل غازي. والله ما اسمك سناء، انت من الرامي ما هي؟ انا من طرجانو، ضيعتنا ما في الثانوية، اخذت البكالوريا من ضيعتك. ونجحت؟ الحمد لله 124. والله يمكن هذا خيي خاطرك استاذ. هاتي سناء خذي المظلة. لا والله لا والله ابي اسمك. قديش خبطوك؟ 900 ليرة. فرجيني شوف عديتي. والله كلتين بندورة. هلا بدي أسألك، أنا فيني أخذ البكالوريا شي؟ فيكي فيكي إيه والله فيكي.
خي صافي، هو هلق بحلب، ذكي كتير كتير. هذا خي خليل، شوف والقرآن ما في أزكى منه بالعالم. هذا خي كاسر، يا حبيبي يا كاسر، والقرآن ما في أحلى منه. بس هو طلع من المدرسة، الوالد الله يسامحه راح ضربه عدانه، هلق ما بيسمع فيها منيح. بس والله هو ذكي كتير كتير، ذكي قد ما تقول، لا في أذكى منه بالدنيا كلها. والله إنك يعني شو بدي أقول لك، والله العظيم إنك أنت يعني إنسان جيد. نعم نعم أتحكيني؟ والله العظيم أنا بحبك وبدي إياك. يلا يا عمي يلا. والله يمكن بتضيع. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم. مرحبا جدي. أهلا 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 وسهلا يا أهلا، الله يرضى عليك. كيفك جدي؟ الحمد لله بخير. طمنيني قلي لي، مبسوطة؟ استاذ سميح تفضل فوت فوت. السلام عليكم جدي. وعليكم السلام. أهلاً. طول بالك طول بالك، الله يرضى عليك يا ابني، الله يرضى عليك. قل لي بزمتك متغدى؟ قومي يا بنتي، قومي يا جدي، اعملي له هالفرمة اللحمة. قومي قومي تفضل. سناء يا سناء، قبي هالفرشة يا جدي، قبيها. جدي شو رأيك بهالشي؟ المهم يا جدي ان يكون في بقلبه خير. قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم قبي هالفرشة، قلت لي قبيها. ما لذة العيش الا للمجانين، هاتوا جنوني وهاتوا من جننت به، إن كان يسوى جنوني لا تلوموني. ولك في حدا بيحبك قدي أنا؟ ها؟ شو؟ لحتى تعرف قديش بحبها. ولك الملوك، الملوك ما لبسوه. بسيطة بسيطة يا سيد كاسر، زعلان. مين الأخ؟ ما تعرفنا. هون الأستاذ سميع من طرجانه، زميلي بالعمل. قعد حبيبي قعد، أهلا وسهلا فيك وبطرجانه. كيفك جدي؟ الحمد لله. كيف أحوالك؟ الحمد لله. بيرد لك ما هي؟ إيه والله. قلت له لبيك طالب جامعة وبده يخطبها،
خلي يصطفله، هي خياه وهي هي. أراضيك المسقية؟ إي والله الحمد لله. كم دنو؟ والله أراضينا كويسة كتير عند النهر، بس الوالدة مرضت خدناها على المستشفى وعملنا لها عملية، والله اضطرينا نبيع قسم كبير من هالأراضي. ومين الطبيب؟ من الشام ولا من هون؟ لا والله من هون، حميد معزوز. حميد معزوز، حميد معزوز، حميد معزوز. طمني يا ابني، إن شاء الله توفقت الوالدة. مرحبا أستاذ. أهلين، كيفك أستاذ؟ الحمد لله. إن شاء الله مليح. الحمد لله. إن شاء الله مبسوط. ما قلت لي يا جدي كيف هالوالدة؟ الحمد لله يا جدي. كيف البضاعة عندك؟ الحمد لله بخير. إن شاء الله ما حي مريض. الحمد لله. طبعا اشتريت بيت باللاصقية؟ لا والله، بس اتخرج بدي اترك الوظيفة، بطلع على الضيعة بعلم فيها، أولا عند أمي، وبالضيعة أحسن إلي. لا بالله يا أخ، للأسف الضيعة بتنسكن هالأيام. كم بدك سنة تتخرج؟ طبيب ما هي؟ لا والله ما طبيب، أدب عربي سنة ثالثة، سنة وسنة ثانية بتخرج إذا توفقت. الله يسامحك يا أخ، أدب عربي ما تحكي هالحكي. بالله خلي شوفي بالضيعة وين المناشط الموجودة فيها، قلي تشو. بسم الله الرحمن الرحيم. في ندوة ثقافية بطرجانو، ذهب وتب، في مهرجانات، ما أغنى عنه، في اتحاد كتاب، وما كسب، في معارض كتب، سيصلى. والله علاق قلي، شو آخر كتاب قريته؟ وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. الله يطيب عيشك ويسلم هالتم. اي حبيب قلي تشوف، ليش وردت بالآية الكريمة حمالة الحطب ما حمالة الحطب؟ هات تشوف. حسنا، انت نامي هون مشان جدة. قمت يا علا، قم. سناء، شي صيني. يا ابن عم قوم قوم، نام على التخت، محلات ما في، بس بالله ما راح خليك تنام هوني. قوم قوم، اذا كنا انا وحسن على الارض، ابن عم على التخت، وسناء وسعاء هذيك الغرفه، كاسه عليك يا بطل. شفت اختك شو سوت فينا؟ شفت؟ ها؟ مسيك الخمسة عشر يا رمسي. اشتري اللي بدك اياه، ما تبخل على حالك. صندويش وكازوز. Ya Allah!
تعالوا تعالوا بيك. ولك نحن نخلاكم لا، ولك نحن الشرف يا كلب. ضربوه 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 ضربوه. ولك نحن الاخلاق. الو يا شام، الو شام، الله يخليك سيدي عباس. نعم ايوه ايوه ابن عمه ابن عمه. العم الحمد لله على السلامة. والله من لما كنتوا صغار ونحن نقول سناء لعباس وعباس لسناء بشرفي مت من الزعم لما اجى طلبه. وبالله ما كنت موافق، كنت تعرف هالشيء. بالله يا ابن العم نحن ما بدنا منك شيء، بس الناس ولاد حرام. ولك انا منيح حلق خلق ما بتدور عن هالموتو. ليش؟ لاني شايف حالي قد الكمش، جاي ولا صهري على الموتو. شو فينا نعمل؟ شو فينا؟ والقران نحن اللي فينا. وقف 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 تقلق وقف وقف هون. ولك شباب انت قل لي اشلاح حالك عن هالجسر بشلاح حالك. احكي قول. هلق بشلح حالي عن هالجسر، قسما بالله بشلح حالي. هلق هلق بشلح حالي. وين سناء؟ عم تتغسل. عم تتغسل. عم تتغسل. الله ريته نعيما نعيما يا سناء. الله ريته نعيما يا رب. ولك ايلي ايلي، لك مكسر هذا والقران مكسر. ولك عيني همت عيني. ولك شلونك يا بطل؟ كيفا؟ ها؟ لك عيني هنت شو بحبك عيني. ابن العم ترى حافنا مسيواي معلق على بصل. ها معلق على بصل؟ اي والله. ولك ايلي ايلي. فوت فوت. قال ما كنت هرباني قال، بس صرت اكف طرفت بكل شيء. شو حبيب؟ تواليت هون؟ والله ما ناقصني غيرك بالشام، والقرآن ما ناقصني غيرك. ليكي كاني ماني ما عندي، ها قسم بالله بدك العصفورية. شو شو ديري بالك، ها قسم بالله بتبيعك من الدالة الدم. وحش بالله شو ما سويت بدي اخدك معي عالشام. ابن العم هلا اخي غبلاني ومن يوم ورايح الموضوع بينك وبينه. الف مبروك. الله يبارك فيكن يا جماعة. تعرف شو في بهالكيس؟ تعرف انت ولاك؟ بالله جبت لها أحسن فستان بالشام. والقرآن بالشام هجموا علي 15 واحد. كنت هيك عم كذب. وضلني علقوا فيه. والقرآن خليتهن يعروا عر. العرصات راحوا جابوا الشرطة. حكوا لي على السفر. عين بالحلاق. قطعت له قلبه. قلت له والله تبوسك هالأرض.
والله والله بحبك. يا اهلين وسهلين. اهلين فيكي، تفضلوا باشروا طعام باشروا. اهلين بالانسه، شلون البابا؟ شلون القريه؟ ليش ما عم باشروا طعام؟ خجلاني ما هيك؟ كلي كلي. يا جماعة، قسيم الله اللي بيقوم قبل ما يشبع. والله يا جماعة أنا مبسوط، باشروا طعام باشروا. ليش ما عم تاكلي؟ كلي 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 كلي. عيونك العمى، ما عجبك كيف فيكين ربطوه غير هو؟ قسما بالله بقوسها، والله بقوسه هلق. انا بدي قوسه، قسما بالله هلق بدي قوسه، هلق هلق بدي قوسه، قسما بالله لقوسه هلق بفرجيك، قسما بالله بدي قوسه. لا بالله ما مسكت يدك فيه، ما حدا بقوسه غيري. طلي اللي عن جنسك وعاطي. ليش ما عم تاكلي؟ كلي خلصينا. جبنا لكن بروستف كمان. الله جعله ساعة خير يا ابن العم. رغوي. اهلين استاذ. اهلين يا مدام. ليش معذب حالك؟ ولو يا مدام مشان واجبكي. مبروك يا عروس، تتهني. اهلا ابو محسن، الله يقويك. كيف حالك؟ اهلا مرت عمي، الله يخليك يا رب. ساعة خير ان شاء الله. اهلي عمتي مسليمان، الله يقويك يا رب. حسلي. احترامي احترامي ابن العم. ولك الله يبريني عن ديني، كانك تشبه لولي برينار. عيني القرع عيني. مرحبا مرحبا، نافي من عند مجنون ليلى. يا جماعة، قسيم والله قسيم والله بيقوم وما ياكل برستي. مرحبا خيه طافي، نافي من عند مجنون ليلى، جبناها بالسيارة. نافي، أنا جبتها من عند مجنون ليلى وجبت بروستد. كيفك صافي؟ إن شاء الله منيح. مجنون ليلى؟ نافي ما هيك؟ بروستد وليه؟ أيمتى بدك تنضج وتصير تفهم؟
بكاتر بتخيطك ولا كان ثربت ولا لا؟ تعال نصيحتي يا كرش. نضطوا له الانضباط اولا ثم الاخلاق ثم الوفاء. خلاص اسمع نصيحتي له، اسمع نصيحتي يا كر. بس انت شو ما تطلع شو؟ اما هو حق يعني؟ ما كان ثربت اختك؟ قلنا لك سنت ظهرنا تروح. شو بك انت واخواتك؟ والله في شيء ابي شيء قضية داخلي يخزي العين عنك شو حساس. اذا واحد ضربك كف تروح تزعل. ما كان ثربت انا مكتوب له عمرا قدامي عمرا. شو حالك؟ بالله شو حالك؟ ما حالي شيء. ما حالك شيء؟ دي والله مدري شو حالك. والله ما بقعد في البيت. سلامتك يا جدي. لوين متجسر بهالليالي؟ لوين رايح؟ الله على جهنم الحمراء. وين مكة؟ وين رايح ولا؟ وين رايح؟ تركوني. شو بدكم فيني؟ شو بدنا فيه؟ هذا شدلون، هذا رجوع. قلع لون يلا، قلع. شو بدكم فيني؟ تركوني. يا اخي شو بدكم فيني ها؟ تركوني. تركوني. الله يخليك لحظة شوي. الأستاذ عباس موجود. لحظة الله يوفقك لحظة شوي. لحظة لأشرح لك. أنا ابن عمه من الضيعة وبدي قابله. فؤاد غازي موجود؟ ياسر غازي ما يحكي.
هي الشام، هي لا هي المكيسة، هي لا هي المكبرة. ولك مالك جاي على الضيعة؟ لا والله، الله إذا ما مت أنا أو مت له شوي أحد بالضيعة ماني رايح. هلق شايفني كثير مبسوط أنا، الله أمنا من الليل على الجبهة. ولك طباش ما تشوفين اللي هون؟ ما نشوفي؟ اي والله ما نشوف انه يشوفونا. افي بيننا وبين 100 متر. عطول بيضلوا يعلقوا فينا. بالله العظيم. كيفي؟ كيف شكلي؟ والله بشر مثلي مثلنا. مرة واحد منهم قال لي يا محمد ما بدك تروح على الضيعة؟ اجازي؟ والله ما كنت رد عليه. قام وقال لي بصح لي طباش وين دي قاعده معكم؟ الله يلعن ابو ما كنت تسلك رصاصه بطيزو. طباش ولك مره بتتجوز نزيل نقي لك شانسي من تحت. الله العظيم ماني مبسوط. افتح دكان بيع فيه عصافير وكازوز. الناس بتجي بتسمع العصافير والله بتشرب كازوز والله، ومن هون مرحبا ومن هون مع السلامه. تصير انسان محترم، تصير الناس بتحترمك. هات لك بوسي تعال وعد لك. ولو قلبي يا حزين الصبي، ولو قلبي عديم الصبر مالك، ولو مثلك فين يا ابو الدهر مالك. ويلي ويلي ولو نخل يا من حنية، ولو نخل يا من حنية، والزمن مالك ولا اصبحت عرجون مثلي بلا حباب. ويلي يا با يا با يا با وي يا وي. كاسي هلا بدي اسالها سنة جوزك ما هي يعني هي بتحبه؟ اشرب كازوز اشرب. ليك ولا
تبول بالبرميل، ها، لانه بتغسلوا منه تحت. امبارح كنت محكي، رحت مثل طابتي، نمت وصرت تشخي. ليه؟ خصيم والله، خصيم والله 100 مرة اللي بيروح قبل ما اشوفه. ولك والله، والله مشتاق لك قد كل الدنيا، والله مخبالك حكي بده 7 ليالي، ولك مخبالك حكي على الرعي وعلى الضيعة وعلى سرقة الدجاجات وعلى الحمامات، ولك على مغالبي وعلى مناطحة. تذكرت ما هيك؟ سمعت بدكم تشتروا مكرو، قل لي لأهلها بس تخلص العسكري أنا بستلمه وبسوق لها وبحطك هنت معاول ومنصير منزمر هنوية. والله هنا بدي ضارب علق وبدي افتح دكة، بس حزير دكان شو الله مرة تحزير، بدي افتح محل تصليح دبابة. ولك كاسي، سمعت انه الضيعة ما يتقاتلوا ببعض، قال مختلفين على محل الحضيرة. قلين والله ما نعلامة خير. ليك كاسي، إذا بدك تشوفوا لعباس ابن عمك بدك تروح من وجه الضوء تنطروا عند الساحة مطرح ما شفتها، هاي اسمها ساحة 7 بحراء. دير بالك ولا لك، دير بالك ولا، والله العظيم بتغرق بتغرق، ها. Ha 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 ha